السلام عليكم خويا، انا يا رجليا ضاراني، انت تشوف الحاله كي دايره، الظروف قاسيه بزاف، ما خداماش، ما كانش خدامه، كنت خدامه في واحد الوقت وتراو عليا بلا قانون بلا والو، درت الدعوه في المحكمه ما داروا معايا والو، خرجوني هكاك هباء منثورا، لا تعويضات لا والو. دابا الحاله ديال الظروف اللي كنعيش فيها هي تشللت من رجليا، ما بقاش قادره نوض، مابقيتش قادره نوض على رجليا، والظروف صعيبه، وراك ما عارفين الوقت كي دايره، شنقول لك انا ما عرفت ما نقول، وحق الله ما عرفتش اش غادي نقول ولا اش غادي باش نهضر ولا باش نتكلم ولا الله يرحم الوالدين، شوفوا من حالي، وما عنديش باش غادي، ما عنديش اللي غادي يوقف معايا ولا غادي يشوف من حالي. هادي كنت عندهم مرتني تعدهم بواحد البرودوي تلاها ليا في الداس ديالي ونعس السبيطار، فهمت هادشي اللي كنت خدامه، تراو عليا بلا سبب بلا والو، درت المحامي، ما المحاميه ما دارت معايا والو.